Just like a hill you have to climb, just like the fear you left behind. I need to bother everyone. I'll find strength to say my time is right and my day has come. There's so much time to get things wrong, so I'm gonna be. الأمومة شيء ممتع جدا جدا، وصورة الأمومة عموما صورة مبهرة. خليني بس أقول لكم الأول إن الست كائن هرموني، يعني نقدر نقول معقد جدا، والحقيقة ساعات يحصل مفاجآت في الخريطة الهرمونية والشكل الهرموني بالنسبة للست، يعني يربكنا إحنا في عالم الطب ونستغربه جدا. النهاردة حوارنا حول هذا الأمر، هذا العضو زي ما قلت لكم الحساس جدا المتقلب جدا، وياخي سبحان الله المبيض يتصرف كما تتصرف الأنثى، كما توصف كثير من السيدات كما توصف المرأة بأنها متقلبة، يوصف المبيض أيضا بأنه متقلب. الحوار النهاردة ممتع للغاية لأنه مع قيمة علمية متميزة واسم لامع الحقيقة، وبيسعدني جدا أفكاره وحواراته العلمية اللي جزء منها في البحث العلمي له قيمة علمية كبيرة، وجزء منها جدا في الحاضر وفي المستقبل القريب يتمنى ان هو يحقق ما نصبه اليه في المستقبل وفي الحاضر ايضا. ضيفي العزيز القيمة العلمية المتميزة والاسم الاكاديمي الرائع الاستاذ الدكتور محمد فرج الشربيني. الامومة شيء ممتع جدا جدا، وصورة الامومة عموما صورة مبهرة. الست كائن هرموني، يعني نقدر نقول معقد جدا. اوفيريان ريجوفينيشن ده ترم جديد ما كانش موجود قبل كده، ده عباره عن احنا بنجيب المبيض بنحقنه بالبي ار بي اللي هي البلازما الغنيه بالصفائح الدمويه عشان يرجع يشتغل تاني. البي ار بي اما بنحقنها جوه المبيض بتشتغل ازاي؟ هي اول حاجه بتزود الدم او البلاد سبلاي اللي هو الدم اللي داخل في المبيض، فبالتالي تزود الاكسجين داخل الخلايا فبالتالي تساعد على احياءها. بحث علمي بروميسنج واعد، يعني له نتائج جيده، نبحث عن ان احنا نزود الضوء عليه، ان احنا نمشي في طريقه اكثر. البي ار بي هي اللي واخده الابر هاند لغايه دلوقتي، وبعدين هي النتائج الاكثر وعد بالظبط وسهله، وبعدين مضمونه انها اشتغلت في جميع برانشات الطب قبل كده، فدي حاجه كويسه جدا. كلمه علاج معناها انه ان احنا نبقى متاكدين من نسب النجاح والميكانيزم الكامل، وان الحالات كلها بتعرض بنسبه قد ايه حصل فيها. طبعا ده كلام محتاج سنوات. لما نحقن البي ار بي لما تشتغل على الخلايا الجذعيه اللي موجوده في المبيض نفسه، فبالتالي دي اصلها انها بتطلع بويضات، فبالتالي ده ادعى ان هي تنجح كتير جدا عن ان احنا نحقن خلايا جذعيه. احنا بنخش بنحقن المبيض بالابره زي ما حضرتك شايف كده دكتور ايمن، الموضوع ما بياخدش اكتر برضه من 5 إلى 10 دقائق وبيتحقن المبيض كويس. ده لابروسكوب. ده لابروسكوب تمام. منطقة علمية اسمها منطقة الفشل في المبيض، يعني منطقة كان يقال لها فولوستوب لا يوجد عليها. ضيفي العزيز القيمة العلمية المتميزة والاسم القدير في هذا المجال الأستاذ الدكتور محمد فرج الشربيني، أستاذ أمراض النساء والتوليد، الأستاذ بكلية الطب وعضو المشارك في الملكية الكلية الملكية لأطباء نساء والتوليد بإنجلترا، وعضو الجمعية الأمريكية للتجميل، وصاحب دكتور أمراض النساء والتوليد واستشاري الحقل المكاري وجراحات المناظير والتجميل النسائي، ورئيس مجلس إدارة مراكز تبارك للولاده والحقل المكاري والتجميل النسائي. ضيفي العزيز اهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا دكتور. منور الدكتور. اهلا بسعادتك. عايز ابدا بمؤتمر المؤسسه الامريكيه لامراض ولاحياء المبيض، او بمعنى اصح تنشيطه بالبلازما، قيمه المؤتمر الخاص بالمؤسسه الامريكيه. تمام حضرتك، ده المؤتمر الدولي للتجميل النسائي
اللي هو تبع المؤسسة الأمريكية. ده تاني مؤتمر دولي يتعمل، كان فيه طبعا كتير أو مشاركين من جميع دول العالم، سواء USA، إنجلترا، برازيل، بيرو، جنوب أفريقيا، كتير جدا جدا، السعودية، الدول العربية. مؤتمر مؤتمرات كبيرة جدا طبعا، ده المشاركين كان فيه كبير جدا جدا. ده المؤتمرات المهمة أو اللي بحب أواظب عليها، الحضور فيه بيبقى كويس جدا، معلومات اللي فيه تبقى أب تو ديت، الحاجات الحديثة قوي. فده كان المؤتمرات الحلوة. وبعدين أنا في المؤتمر ده كان في عندي بيبر عاملها وعملت محاضرة عنها، البحث الجديد اللي أنا عامله اللي هو حقن المبيض بالBRB بالبلازما عشان يرجع يشتغل تاني، اللي احنا بنسميها اوفريان ريجوفينيشن، إعادة نضارة وتنشيط المبيض من مرة أخرى. ده البحث اللي قدم فيها. تمام، اللي قدمته بصراحة كان من الأبحاث الجميلة جدا، وطبعا لاقت استحسان كتير قوي في المؤتمر، ولقيت فيه ناس كتير من اللي هو نون ميديكال وبارا ميديكال بيقولوا طب احنا عاوزين نعرف بالعربي، احنا ايه الكلام مهم قوي قوي، بس احنا عاوزين نعرف التفاصيل. فقلت صح، مفيش هيبقى احسن مكان بيوصل معلومه للكبير وللصغير ولاستاذ الجامعه والفلاح غير عند الدكتور ايمن. اشكرك شكرا جزيلا، دي شهاده اعتز بيها. عايزين نفهم الناس يعني ايه اوفيريال ريجوفينيشن، يعني ايه اعاده نضاره او تنشيط المبيض. تمام، اوفيريان ريجوفينيشن ده ترم جديد ما كانش موجود قبل كده. ده عباره عن احنا بنجيب المبيض بنحقنه بالBRB اللي هي البلازما الغنيه بالصفائح الدمويه عشان يرجع يشتغل تاني. هو زي ما حضرتك قلت المبيض حاجه مهمه جدا، هو ليه وظيفتين مهمين جدا جدا. وظيفه الهرمونات، بيطلع هرمونات مهمه للسيده اللي هي بتحافظ على الانوثه بتاعتها، بتحافظ على الثدي، بتحافظ على الشعر، بتحافظ على البشره، بتحافظ على كل حياتها، على العظام حتى بتاعها. فده مهم الوظيفه اللي هي الهرمونيه بتاعته. الوظيفه الثانيه الوظيفه الانجابيه، وظيفه المبيض يطلع بويضات عشان يحصل حمل. فالمبيض ده من الاعضاء اللي هي المهمه جدا جدا، ليه دورين مهمين، دور هرموني ودور في الانجاب، فده مهم. إن احنا عندنا المفروض ان المبيض بيبقى شغال من يعني بيبدا يحصل المنسز يعني عند بدايه من سن مثلا 11 12 عند بيوبرتي لغايه لما يحصل المنوبوز يعني من 50 ل 55 سنه تقريبا. ساعات بيحصل بقى حاجه اسمها فشل للمبيض. فشل المبيض ده ممكن يحصل نتيجه عوامل كتير زي ما حضرتك قلت، ممكن تبقى هيريديتري يعني وراثيه، ممكن يكون عدوى، ممكن يكون برضو الاندومتريوز اللي هي البطانه المهاجره، ممكن يحصل نتيجه حاجات اياتروجينيك يعني واحده خدت كيمو سيرب علاج كيماوي، واحده اتعمل عمليه وتشال المبايض، في حاجات كتير قوي بتعمل ايه فشل المبيض. فشل المبيض عندنا في منه نوعين رئيسيين، النوع الاولاني فيه فشل اولي وفي فشل ثانوي. فشل اولي بتاع المبيض ده معناه ان المبيض من الاول خالص ما اشتغلش، يعني البنوته وصلت البلوغ وسن البلوغ مفيش اي حاجه، مفيش بويضات طلعت خالص، مفيش دوره جات، السكند سيكشوال كاركترز بتاعتها برضو ايه ممكن تبقى بدات تطلع خفيفه انها بتبقاش ايه. فده اول حاجه فشل المبيض الاولي، ان هو من الاول خالص ما اشتغلش، ما جاش دوره للبنوته دي خالص، ما اشتغلش. ده فشل من يوم وفاشل زي ما بالظبط. فمن الاول تبقى دي بتبقى معروف ان هي خدت علاج عشان الدوره تنزل وماشيه على العلاج ده، بطلت العلاج الدوره ما بتجيش. الفشل الثانوي بتاع المبيض دي معناه ان المبيض اشتغل لفتره معينه وجه قبل سن ال40 وقف الشغل بتاع المبيض، فبالتالي لما وقف شغل المبيض المفروض ان احنا قبل ال40 ده بنسميه بريماتيور اوفيريان فيلير، فشل مبكر في المبيض، ما بقاش يشتغل، ما بقاش يطلع بويضات. في الحاله دي يبقى احنا المبيض ده فشل، فده الفشل اللي هو الايه المبكر المبيض نوعين. تمام، المؤتمر بقى كان احنا هنمشي زي ما المؤتمر مشي بالظبط. تمام بالظبط. اول حاجه ما هو تعريف الاوفيريان ريجوفينيشن؟ تمام، الاوفيريان ريجوفينيشن دي معناها ان احنا يعني اعاده احياء المبيض، ده الترجمه الحرفيه ليها، يعني تو ميك سمثينج مور يوسفول اند مور ليفلي، يعني بنخلي ده التعريف بتاع الريجوفينيشن، يعني بنخلي الحاجه ديك بتبقى شباب اكتر، يعني سعاده شباب المبيض ونخليه نافع افضل برضه من الاول. ده اللي هو التعريف موجود في الديكشنري اللي موجود. هو وظيفه يعني المبيض وظيفته برضه نقرب منها اكتر، احنا قلنا يعني ناكد للناس ان الوظيفه اتنين. تمام، بس انجاب بالظبط. لان احنا المشكله هم طبعا مش الانجاب بس، السيده اللي بيقف عندها المبيض دي بتبقى عرضه للاوستيوبوروزس بدري، برضه بتبقى عرضه للمشاكل اللي هو الهير، بيبقى عرضه لمشاكل الاطرف في البريست، بيبقى برضه البشره بتاعتها، كل دي بتبقى مشاكل طبعا لان دي مشاكل هرمونيه، دي من ضمن اللي هي الوظيفه بتاعت المبيض طبعا. الكلمه دي ليها معنى ريجوفينيشن. ريجوفينيشن اللي هي تو ميك سمثينج او someone looks younger and lively، ده الكلام اللي هو الديكشنري
التعريف بتاعه دي اللي احنا يبان اصغر يبان اكثر جمالا يبان يعني اكثر حيويه. المقصود بقى بالنسبه للمبيض ان احنا هاو تو ميك اوسايتس تاني يعني بالنسبه للاوفرين ريجوفينيشن المقصود بيها ان احنا بنحاول المبيض بعد ما وقف يرجع تاني يشتغل ونرجع نشط البويضات اللي فيه انها تبقى صالحه ان هي تعمل بويضات كويسه عشان تعمل اجنه كويسه يعني بنصح البويضات النايمه اللي موجوده في المبيض. ايه انواع البلازما بقى البي ار بي يعني ايه بي ار بي؟ البي ار بي دي معناها ان احنا عندنا الدم بتاعنا بيكون طبعا من بلازما وبيتكون من خلايا. الخلايا عندنا الصفائح الدمويه وعندنا كرات الدم البيضاء والحمراء. الصفائح الدمويه دي بنركزها في جزء من بلازما بنسميها بي ار بي اللي هي بليتلت ريتش بلازما اللي هي البلازما الغنيه بالصفائح الدمويه دي اللي احنا بنستخدمها عشان نحقنها في المبيض عشان يرجع يشتغل تاني. طبعا زي ما حضرتك قلت في منها انواع عندنا اللي هي في بيور بليتلت ريتش بلازما وليكوسايد بليتلت ريتش بلازما بيور بليتلت ريتش فايبرين وليكوسايد بليتلت ريتش فايبرين. طبعا مش كل الانواع دي تنفع عندنا في الايه تنشيط المبيض تاني لا في عندنا نوع او اتنين ممكن يبقوا صالحين. احنا عندنا معظم الكيتس اللي هي موجوده اللي احنا بنحضر بيها البي ار بي مش بتطلع كل الانواع بتطلع احنا عاوزين في كيتس معينه اللي هي تقدر توصلنا للدرجه ان احنا نقدر نستخدمها عشان اعاده احياء المبيض وتنشيطه تاني. اذا احنا عندنا نوع معين من البليتلت ريتش بلازما هي اللي تستخدم اللي نقدر نستخدمها بالظبط عشان دي تجيب نتيجه معانا كويس وده عشان كده بيختلف النتائج برضه من مكان لمكان يعني اللي بيعرف يوصل لتحضير البي ار بي كويس ده اللي ممكن بيوصل كويس. يعني البي ار بي قبل ما نشتغل فيها قعدنا حوالي سنه تقريبا نجرب الانابيب اللي موجوده وانواعها ونشوف ايه الانابيب اللي تجيب نتيجه واللي ما بتجيبش نتيجه لغايه لما وصلنا لايه اللي ممكن اعلى نتيجه موجوده وايه الانابيب اللي تنفع وازاي ننشط البلازما قبل ما نحقنها برضه. الكلام ده كله بيبقى كلام مهم جدا عشان نعرف نحصل على نتائج كويسه جدا. ايه طريقه العمل بتاعت طريقه الحقن بتاع البلازما؟ عندنا في كذا طريقه مهمين اهم طريقتين ان احنا ممكن نحقن البلازما عن طريق السونار او عن طريق منظار البطن. عن طريق السونار احنا ممكن بنحقن البلازما زي الحقن المجهري بدل ما بنسحب بويضات بنخش بالسونار المهبلي وبالابره اللي بنسحب بيها البويضات بنحقن بيها داخل المبيض فبالتالي دي بتؤدي ان احنا نحقن البلازما داخل المبيض اندر لايت انستيزيا يعني تخدير مخدر خفيف جدا بياخدش اكتر من 5 دقائق وبتحقن المبيضين بالبلازما دي بتبقى سهله جدا. وفي فيديو برضو موجود عندنا اللي هو بتاع ايه حقن عن طريق السونار ده ظريف وكويس قوي اللي هو لو حضرتك شايفه دكتور ايمن قدامنا اهو هنلاقي الابره اللي هي دخلت جوه المبيض دي هي لونها ابيض وبتتحقن حضرتك هتلاقي المبيض بيتحقن بالبي ار بي واضحه خالص في الصوره دي نفس ميكانيزم وفكره الاشعه التداخليه بس الاشعه تقريبا بس هي الفكره ان احنا بنحقن المبيض حضرتك هتلاقي الابره بتدخل جوه المبيض وبنحقن البي ار بي جواه ده تحت السونار بالسونار بالسونار والعيان واخده مخدر خفيف ما بياخدش وقت ولا حاجه بيبقى سهل جدا وبعدها خلاص العيانه بتقوم تمارس حياتها الطبيعيه عادي. ده اللي هو عن طريق السونار. هل الاف دي اي ابروفد هذه التقنيه؟ بالنسبه لتقنيه البي ار بي في الاوفيريان ريجوفينيشن الاف دي ابروفال اي ثينك انها ملهاش اي رول فيها خالص ملهاش دخل ولا دور بيها خالص لان ده مش علاج جديد ولا جهاز جديد. الاف دي ابروفال بيبقى الادويه الجديده او للاجهزه الجديده ده احنا مجرد ان احنا بناخد البلازما بنحضرها اوتولوجس من العيان نفسه وبنفصلها وكمبليت اندر كمبليت ستيرايزيشن يعني بيبقى فيه تعقيم جيد جدا وبتتحقن العيان تاني فبالتالي الاف دي ابروفال ملهاش علاقه خالص بشغل البي ار بي اوفيريان ريجوفينيشن ملهاش دخل بيها خالص. ناس كتير هتفكر هل ممكن ده يكون بريسبتيتنج او اي بيبر او اي فكر علمي ربط بين حقن البلازما وبين فرصه ان نسبه الاورام في المبيض تزيد؟ ده كلام محترم جدا يا دكتور ايمن لان احنا بالعقل وبالتفكير السيمبل ثينكينج احنا دلوقتي بنحقن حاجه جوه المبيض بتشتغل على الستيم سيلز على الخلايا الجذعيه. الخلايا الجذعيه دي مالتي بوتنت سيلز قادره انها تطلع اي نوع من الانسجه فايه اللي يضمن لنا ان احنا لما نحقنها في المبيض ما تعملش اورام ما تعملش سرطانات في المبيض؟ احنا طبعا الكلام التفسير العلمي هي نيفر انها تعمل اي اورام في المبيض ما تعملش اي اورام خالص
لسببين. السبب الاولاني اللي هي الجروس فاكتورز، عوامل النمو، بتشتغل على السلم ممبرين، على جدار الخليه، ما بتشتغلش على النواه، فبالتالي دي حاجه امان ان هي بعيده خالص عن موضوع انها تعمل اورام. الحاجه الثانيه البي ار بي ده بيستخدم في الطب عندنا في جميع التخصصات على مدى طويل جدا جدا، ما حصلش منه اي حاجه على مدى السنوات دي كلها، فبالتالي هي امان جدا. حكايه انها تعمل اورام على المبيض زي ما الناس بتخاف فعلا، ده حاجه مهمه، لان ايه يعني بالعقل كده انت بتحقن حاجه بتخلي الحاجه تشتغل تاني وبتطلع خلايا وانسجه جديده، ايه اللي يضمن انها فعلا ما تعملش اورام؟ لا، هي مش بتعمل اورام خالص، ودي حاجه امان 100% ان شاء الله. في ابحاث موجوده حول البي ار بي انجكشن او ريجوفينيشن، موجوده في اليونان، موجودة في أمريكا، اليونان بالذات موجودة أبحاث بقوة شديدة فيها، لكن هل في يعني إمباكت علمي كوليكشن إحنا قدرنا نكونه عن التأثير الجيد للبي ار بي؟ هو احنا البي ار بي بتاع المبيض دلوقتي هي بدأت في اليونان في البداية، ودي اللي كانت مسمعة زيادة شوية. دلوقتي حضرتك دي موجودة في أمريكا في معظم الولايات، موجودة في انجلترا دلوقتي بدأوا يعملوها، موجودة في اسبانيا، موجودة في معظم دول اوروبا دلوقتي، بس طبعا كلها على سبيل البحث العلمي يا دكتور ايمن زي ما احنا بنتكلم، يعني مش ايه كعلاج طبي لغاية اللحظة دي، انما لا يعني معظم دول العالم دلوقتي بدأوا يعملوا البي ار بي اوفيريان ريجوفينيشن. بدأوا يعملوها ليه؟ لان النتائج بتاعتها بقت حلوة وواعدة. يعني احنا عندنا طرق اللي هي اعادة احياء المبيض او تنشيط المبيض تاني بعد ما يحصل له فشل، احنا عندنا في ثلاث طرق كبار اللي هم موجودين. طبعا عندنا البي ار بي اللي هي حقن المبيض بالبلازما، عندنا الخلايا الجذعيه اللي هي ستيم سيلز، ان احنا نحقن المبيض بالخلايا الجذعيه. دي جت فتره اشتغلت عندنا هنا وعملوا عليها ابحاث وعلى مستوى العالم برضو، بس هي الخلايا الجذعيه كطريقه تحضيرها صعبه مش سهله زي البليتلت خالص. تاني حاجه طريقه الحقن بتاعها، المفروض عشان تتحقن صح لازم تحقن عن طريق الاوفيريان ارتري، عن طريق الوريد بتاع المبيض. دي بيبقى قسطره بتركب في فيمورال ارتري وتمشي، يعني لازم دكتور اشعه تداخليه هو اللي يحقنها، تحضيرها صعب وحقنها كمان صعب، لان معظم اللي كانوا بيحقنوها بالمنظار او يحقنوها بالسونار، فدي غير صالحه بالشكل دوت، نتائجها ما كانتش حلوه. فتقريبا على مستوى العالم اللي هي الستيم سيلز بدات تهدى خالص، اللي هي الخلايا الجذعيه، ودلوقتي بدا الشغل كله على الايه البي ار بي. وتالت حاجه كان في حاجه اسمها اوفيريان فراجمنتيشن اللي هي تقطيع المبيض. المبيض كانوا بيتاخد ويتقطع ويتاخد بره عن طريق ميكانيكال ستيميوليشن وعن طريق كيميكال ستيميوليشن، عن طريق مواد كيماويه بتحط عليه وبعد كده يرجع يتزرع تاني، بس دي حاجه بتلزمها جراحه وطبعا غير مش سهله خالص زي البي ار بي. فالبي ار بي هي اللي واخده الابر هاند لغايه دلوقتي، وبعدين هي النتائج الاكثر وعد بالظبط وسهله، وبعدين مضمونه انها اشتغلت في جميع البرانشات طب قبل كده، فدي حاجه كويسه جدا. البي ار بقى اما بنحقنها جوه المبيض بتشتغل ازاي؟ هي اول حاجه عن طريق بتزود الدم او البلاد سبلاي اللي هو الدم اللي داخل في المبيض، فبالتالي تزود الاكسجين داخل الخلايا، فبالتالي تساعد على احيائها. تاني حاجه برضو بيقولوا انه ممكن يكون انتي انفلاماتوري افكت اللي هو المفعول المضاد للالتهاب، ده بيشجع المبيض برضو يشتغل تاني. تالت حاجه ممكن يكون ليها دايركت افكت على الستيم سيلز، ليها مفعول مباشر على الخلايا الجذعيه الموجوده في المبيض، فبالتالي تساعد المبيض يشتغل ويطلع خلايا، يطلع الخلايا اللي هي الايه الاوسايتس اللي هي البويضات. رابع حاجه قالوا انه ممكن يكون في عندنا بويضات نايمه اللي هي الدورمنت فوليكلز اللي هي موجوده جوه المبيض، فبالتالي ما بنحل البي ار بي الجروس فاكتورز اللي فيها دي عوامل النمو بتخليها ترجع تشتغل تاني. وبعدين بالنسبه حقن الخلايا الجذعيه في المبيض بالمقارنه بالبي ار بي، الخلايا الجذعيه اللي احنا بنحقنها في المبيض بنجيبها منين؟ بنجيبها بون مارو او بنجيبها من الفات، من حته بعيده خالص على المبيض ونحقنها جوه المبيض، فهي الاصل بتاعها بتطلع حاجات تانية. احنا بنحطها في المبيض هوبنج نامل ان هي تخلي يعني هي نفسها تطلع بويضات اللي حطيناها في المبيض، لكن لما نحقن البي ار بي اللي تشتغل على الخلايا الجذعيه اللي موجوده في المبيض نفسه، فبالتالي دي اصلها انها بتطلع بويضات، فبالتالي ده ادعى ان هي تنجح كتير جدا عن ان احنا نحقن خلايا جذعيه. فدي من الحاجات اللي هي طبعا ايه مهمه جدا، يعني الفرق بين دي وبين دي. طبعا خلي بالكوا احنا بنتكلم برضو على ما يسمى تحت مظله البحث العلمي، يعني احنا كل حوارنا تحت مظله البحث العلمي، بس في بحث علمي بروميسنج واعد يعني له نتائج جيده، نبحث عن ان احنا نزود الضوء عليه، ان احنا نمشي في طريقه اكثر، فده غير مثلا محاولات بتبقى ضعيفه زي ما احنا اتكلمنا على الخلايا الجذعيه، يعني محاولات ضعيفه، لكن ده بحث علمي واعد للغايه، واعد، ونامل انه يتطور وانه نتائجه الجيده جدا تزيد وتكون
الى حد ما انا سباقين فيها. تمام تمام. وحضرتك برضو في احنا مسجل بحث على كلينيكال ترايل مع برضو انا بدانا بقى يعني الشغل بتاعي بدات ايه انشره معانا في الجامعه عندنا مع دكتور زميلي. احنا جبنا برضو الكلينيكال ترايل سجلنا عليها بحث بنحقن بعض السيدات بالبي ار بي وبعض السيدات بنحقنهم بالصلاين نحقن مبيض محلول ملح وفي البعض نحقنهم بالبلازما ونقارن المفعول بين دي وبين دي. احنا عملنا كده ليه؟ لان في بعض النظريات اللي هو اللي موجود قدامنا دوت طبعا خدنا موافقه الجامعه عندنا طبعا لازم خدنا الاسكال كوميتي موجود الرقم بتاعه ده لازم عشان كحاجه لا لا نشرح للناس يعني ايه اسكال كوميتي اللي هي عندنا كلمه مهمه قوي. تمام. بيبقى عندنا في كل جامعه او في كل مكان بحث علمي بيبقى فيه هيئه موجوده ان هي تشوف البحث وتفحصه وتوافق عليه يتعمل او ما يتعملش. بدون الموافقه دي محدش يقدر يعمل اي علاج ولا اي ادويه جديده ولا يجرب اي حاجه على اي مريض خالص. لازم موافقه دي ودي موافقه مشروطه طبعا وليها هيئه ولها اشتراطات خاصه بيها عشان نقدر نشتغل. يعني مفيش اي حد يقدر يشتغل غير بموافقات ايثيكال كوميتي طبعا ده لازم الاقرار الضميري بيسموه الاقرار المبدئي. ده بيبقى لازم موجود في كل جامعه بيبقى موجود والموافقه بتاعته دي من الحاجات الاساسيه قبل ما نعمل اي شغل. يعني انا قبل ما انشر في الكلينيكال ترايلز ما كانش ينفع لازم اخد موافقه الاسكال كوميتي وابعتها لهم ويعرفوها الاول واديهم البحث كامل عشان دي ستيبس لازم تبقى موجوده حفاظا على العيانين طبعا. ما فيش حاجه اسمها ايه انا جاي في مخي طقت فكره اروح شغال لا ما ينفعش لازم طبعا يبقى لها حاجات بتحكمها. فطبعا البحث ده احنا عملناه لان احنا قلنا الفرق في بعض الاراء قالوا ان المبيض مش بيشتغل نتيجه البي ار بي نفسها لا ده نتيجه الديستنشن بتاعه يعني مجرد ان احنا حقنا في ماده فعملت له اتساع فبدات تشغله. في برضه بعض الاراء الثانيه قالوا مجرد تسكيب الكبسول اللي هي بتاع المبيض هي بتبقى طف ما في فيلير فاحنا بنعمل ريليز بنفك البريشر الضغط اللي هو موجود عليها فتبدا تشتغل. فاحنا قلنا هنشوف الافكت بتاع حقن الصلاين فيرسس يعني مقابل حقن محلول ملح مقابل حقن البي ار بي ونشوف ايه الافكت هو لغايه دلوقتي. طبعا احنا في الريزلت معظمها طبعا مع البي ار بي يعني انما احنا قلنا لازم نقارن ولازم نشوف نتيجه ونطلع بحث علمي عشان يبقى كلام مظبوط وكلام محترم ونقارن بين دي وبين دي ونشوف في الاخر احنا ماشيين في السكه دي. برضو عندي برضو في رساله ثانيه احنا بنعمل الحقن عن طريق المنظار دي برضو مع ثلاثة زمايلي دكاترة معنا في الجامعة مع دكتورة مشرفين عليها ان احنا رسالة ماجستير تمام. هي هنلاقيها موجودة دلوقتي الحقن عن طريق المنظار وفي الفيديو بتاعه برضو موجود. احنا بنحقن المبيض عن طريق المنظار برضو بعد ما خدنا موافقة الاسكال كوميتي كل حاجة لوحدها بيتاخد لها الموافقة بتاعتها عشان يبقى الدنيا ماشية مظبوط. ده عن طريق المنظار احنا بنخش بنحقن المبيض بالابرة زي ما حضرتك شايف كده دكتور ايمن. الموضوع بياخدش اكتر برضو من 5 دقايق 10 دقايق وبيتحقن المبيض كويس. ده لابروسكوب تمام. منظار بطن من خلال منظار البطن حقن للمبيض بالبي ار بي دي رساله ماجستير موجوده رساله ماجستير طبعا طبعا يا دكتور ايمن. وطبعا بعد ما خدنا موافقه الاسم عندنا وخدنا موافقه الاسكال كوميتي وسجلنا الرساله ديك وبرده بعد ما نخلص هنطلع نتيجه الابحاث وهتتسجل طبعا. دي حاجه من الحاجات اللي هي المهمه ودي الستبس بتاع ستاف الجامعه لازم بيمشي عليها. ما فيش حاجه ان حد بيشتغل ايه بمزاجه يعني لازم كل حاجه تبقى ايه دوكيومنت وكل حاجه تبقى اندر سوبرفيجن يعني. دي رسالة برضو واعدة للغاية. بالظبط بالظبط. وادي الرسالة نفسها هي بالاسكال كوميتي الموافقة بتاعتها بالبيبر بتاعتها اللي ان شاء الله لما نخلص هتتنشر باذن الله ان شاء الله. يعني إن شاء قدامها قد ايه تقريبا يعني خلال 6 شهور لسنة متهيألي مش هتطول عن كده لان يا دكتور ايمن الحالات دي كترت جدا 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 اللي هو فشل المبيض كتير قوي وبيجي في سن صغير كتير جدا غالبا برضو التلوث غالبا برضو الهيريديتري يعني في حاجات كتيرة قوي يعني فحالاتها بقت كتيرة قوي يعني بس الحمد لله ان ايه بقى في امل يعني كان زمان او مش زمان لغايه دلوقتي كان احنا بندرسه في كليه عندنا واللي انا بدرسه للطلبه احنا دلوقتي فشل مبيض ما فيش علاج. ده اللي موجود في الكتب بس ده اللي العالم كله عارفه بيدرسه حتى هذه اللحظه لكن اللي احنا بنأمله في البحث العلمي اللي مضمونه الحلقه بتاعتنا ده كلها لانه احنا جزء من حلقاتنا على البحث العلمي. البحث العلمي يأمل انه البي ار بي يحقق نتائج واحده في فشل او ضعف المبيض تمام. وهو كان الكونسبت زمان ان السيده بتتولد عدد معين بيضات العدد ده خلص
خلاص ما بقاش في احتماليه تاني للحمل، القصه انتهت على كده. لكن الكلام الجديد اللي هو بقى مقبول دوليا وعالميا ان احنا السيده دي الستيم سيلز ممكن تبقى موجوده معاها لغايه تشايلد هود وتطلع، وعندها القابليه ان هي تطلع بويضات تاني. كان برضو الاعتقاد ان الست دخلت منوبوز يعني سن الياس معناها ان المبيض ما بقاش فيه بويضات خالص، لكن لا، دلوقتي السائد ان احنا برضو البويضات بيبقى فيه بويضات نايمه اللي هي الدورمان فوليكلز موجوده في المبيض خاملة. عندها القابليه، بس اهم حاجه ايه الاستيميولس اللي يخليها تبدا تشتغل تاني والمثير المناسب ليها اللي يعود بالزبط. بيها الى الحياه مر او يخليها تشتغل تاني مرة. بالظبط. واحنا شفنا الحمد لله نتائج حلوه من الكلام ده كله وحاجات مبشره وجميله يعني. وبرده بالنسبه على مستوى العالم لا، النتائج بقت حلوه الحمد لله. وبقى هو طبعا احنا بدانا من بدري، احنا بقى لنا كذا سنه شغالين الحمد لله دكتور ايمن. دلوقتي حتى اللي هم الناس اللي كانوا اجينست وبتاع بدات الدنيا ايه يعني واحده بواحده بيشوف نتائج هنا ونتائج هنا، بداوا الناس ايه يبداوا كله يشوف الشغل الجديد، فدي حاجه كويسه جدا طبعا. ضيفي العزيز القمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور محمد فرج الشربيني، استاذ امراض النساء والتوليد بكليه الطب وعضو المشارك في الجمعيه الملكيه لاطباء النساء والتوليد بانجلترا وعضو الجمعيه الامريكيه للتجميل وصاحب دكتوراه امراض النساء والتوليد واستشاري الحقن المجهري وجراحات المناظير ورئيس مجلس اداره مركز تبارك للولاده والحقن المجهري والتجميل النسائي، نورتنا وشرفتنا وابدعتك على عادتك. شكرا يا دكتور ايمن، شكرا لحضرتك. شكرا. يبقى الحوار مستمر، خليكم بس مع الدكتور. وخصوصا اني رحت لدكاتره كتير بقى لي 3 سنين من اول من تاني شهر من الزواج، رحت لدكاتره اكثر من كذا دكتور وكلهم قالوا لي عندك فشل مبكر في المبيض نتيجه نقص مخزون المبيض، لان مخزون المبيض كان 1 من 100، لان انا الدوره الشهريه كانت بتجيلي يوم واحد بس، وقال لي لو عملت لك حقن الدوره مش هتجيلك خالص، فالاحسن ما تجربيش حقن لان انت مش هينفع لك حقن مجاري، يعني حتى الحقن لتاني مره قال لي مش هينفع. فشفت دكتور غيره وما يئستش من رحمه ربنا ورحت لدكتور غيره اداني علاج حقن، حاجه اسمها علاج حقن تمشيط مكثف، يعني خدت اعلى جرعه من الحقن المجهري عشان المبيض يطلع بويضات، فطلع المبيض 3 بويضات. فبعدين الدكتور قلت له طب اسحبهم لي، قال لي للاسف البويضات فارغه، اكياس فارغه وغير جيده، وما رضاش يسحب لي البويضات. وبعدين سمعت بحقن البي ار بي والبلازما، وفعلا عمل لي حقن البي ار بي. اول دوره جات لي بعد البي ار بي، تاني دوره حملت، يعني اول دوره جات لي بعد البي ار بي على طول، وتاني دوره بعدها حملت على طول حمل طبيعي الحمد لله من عند ربنا. الحمد لله يا رب، الحمد لله. انا بحمد ربنا ان انا حملت من غير اي منشط، ما اخدتش منشط خالص، كل اللي بيدولي كانت عباره عن مجموعه من الفيتامينات تقوي البويضه وتقويني، وفضل يتابعي لمتابعه طبيب. وانا النهارده كانت يوم ولادتي امبارح، وده تاني يوم ليا الحمد لله.